بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا. موضوعنا اليوم أيضا رح نكمل فيه ونتابع موضوع الفشل الكلوي، ورح نتكلم عن الأطعمة الممنوعة لمرضى الفشل الكلوي، وأيضا عن الكميات الآمنة المسموح لها، وأيضا رح نقدم نماذج من وجبات يومية صحية لمرضى الفشل الكلوي. من الممكن أن يقلل الإنسان من تراكم كم الفضلات في الجسم بالاحتراس وأخذ الحذر عند تناول الطعام أو الشراب، فالنظام الغذائي الصحي هو الذي يسهل عملية الغسيل الكلوي ويحسن الحالة الصحية لمريض الفشل الكلوي. ولكل مرحلة من مراحل قصور وظائف الكلى تتطلب نظاما غذائيا لا يجهدها، بحيث يتم الحفاظ على وظائفها قدر الإمكان وعدم الدخول إلى المراحل التالية التي يحدث معها تدهورا حادا ثم مزمنا تنتهي بحدوث الفشل الكلوي. وسنتعرف في هذا الفيديو على كل مرحلة وما يناسبها من الوجبات الغذائية. فاصل ونواصل. ما هي الأطعمة الممنوعة لمرضى الفشل الكلوي؟ يجب على مريض الفشل الكلوي بنوعيه المزمن والحاد اتباع نظام غذائي صارم ومحدد، يتضمن تناول كمية محددة من البروتين اليومي لا تزيد عن 100 جرام. كما يجب على مرضى الفشل الكلوي الامتناع عن تناول الأطعمة التي تحوي نسبة عالية من البوتاسيوم، ومنها البقوليات كالعدس والحمص والفول والترمس، أيضا المكسرات كالصنوبر والجوز والبندق، وبعض أنواع الأعشاب كالحلبة، وبعض أنواع الخضروات كالسبانخ والبقدونس واللوبيا الجافة، أيضا بعض أنواع الفاكهة كالخوخ والرمان والأفوكادو والبرقوق أو الخوخ المجفف، وتجنب الأطعمة الغنية بالصوديوم كالمخللات والكاتشب والزيتون والأجبان المالحة والزبدة المملحة. كذلك ينصح مرضى الفشل الكلوي بتجنب إضافة الملح إلى الطعام لمنع احتباس السوائل في الجسم وعدم قدرة الكلى على التخلص منه بسهولة. وباختصار، على المصابين بقصور الوظيفة الكلوية الفشل الكلوي الانتباه لمحتوى طعامهم، وتحديداً من البروتينات والصوديوم والبوتاسيوم، لأن الكليتين تكونان عاجزتين عن تصريف ما يلزم تصريفه منها، وقد يزيد الإفراط في تناولها من تردي المرض الكلوي. وأفضل الطرق لتطبيق ذلك هو أن يعين الطبيب المعالج للمريض نوع الأطعمة التي يمكن أن يتناولها والكمية الآمنة من كل منها، آخذا بعين الاعتبار درجة الإصابة الكلوية ورغبة المريض في أطعمة معينة وأسلوب حياته. وكلمحة عامة عن ما يلزم مريض الفشل الكلوي، نبدأ بالبروتين. والبروتين ضروري لصيانة خلايا الجسم وتوليد الطاقة لها، والحد من تناوله في حالات القصور الكلوي يعني ضرورة استهلاك المزيد من الشحوم والنشويات والسكاكر للتعويض عن النقص الحاصل في القدرة، ما يجعل كمية البروتين المحدودة المتناولة تستخدم خاصة في بناء وإصلاح الخلايا. أما مصادر البروتين الرئيسة في الغذاء فهي اللحوم بأنواعها والبيض والحليب ومشتقاته والحبوب بما فيها الخبز والبذور، أيضا إضافة لبعض الخضروات. والطبيب هنا كما أسلفنا هو الذي يقرر الأنسب لكل مريض من حيث نوع هذه الأطعمة وكميتها، لأنه لكل مريض حالته الخاصة. أيضا الصوديوم، يمكن لشاردة الصوديوم إذا زاد استهلاكه عن الحد المطلوب أن تخزن السوائل في الجسم وترفع الضغط، إضافة لزيادة الحمل على القلب والرئتين. لهذا لابد من الاقتصاد في تناول كل الأطعمة الغنية بالصوديوم، وهذه تشمل كل المعلبات والمخللات ومعظم الأطعمة المحفوظة إضافة لملح الطعام. وعلينا ألا ننسى أن ما يروج له ببدائل الصوديوم عادة ما يحتوي شاردة البوتاسيوم التي لابد من الحد من تناولها كذلك في حالات القصور الكلوي.
أيضا البوتاسيوم. إذا لم تكن الكليتان تعملان كما يجب فسترتفع شاردة البوتاسيوم بالجسم حتى من دون استهلاك الكثير منه، ما يحمل أكبر ضرر للقلب ونظامه. إذا تجاوز تركيز البوتاسيوم 6 ميلي مكافئ فهناك خطر حقيقي من توقف القلب، ويتواجد البوتاسيوم بكثرة في معظم الفواكه والخضار والبقول والمكسرات ومشتقات الحليب. وهذه بعض الأغذية عالية البوتاسيوم: الموز، البندورة أو الطماطم أو المطيشة، التمر، البرتقال، السبانخ، البطاطا، الأرض شوكي، المشمش، الخوخ، الشمندر، الباربا، الأفوكادو، اليقطين، وكل عصائر الفاكهة. ومن الأمور الغذائية الأخرى الفسفور، يجب أن تكون الأغذية المستهلكة فقيرة به، يعني قليل من الفسفور. الكالسيوم، يجب أن يعدل محتوى الغذاء من الكالسيوم من تركيز الفسفور في الدم، لأن ارتفاع الفسفور من شأنه الحد من توفر الكالسيوم للعظام. أيضا الفيتامينات والمعادن، يجب ألا تتعرض هذه للنقصان بسبب الحمية الكلوية. أيضا الحريرات الغذائية، يجب أن يراقب ما يستهلكه المريض من حريرات يومية لبقاء الوزن في الحدود المقبولة. وحتى لا نطيل عليكم، سنضع لكم في صندوق الوصف قائمتان من الوجبات اليومية المقترحة لمرضى الفشل الكلوي، وتتألف كل قائمة من وجبة إفطار ووجبة غذاء ووجبة عشاء ووجبة ما قبل النوم. حبايبنا، حاولنا بقدر الإمكان وبشكل ملخص الإحاطة بالموضوع كاملا، وإذا في أي سؤال أو استفسار مثل العادة أو اقتراح يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله. نشكركم جميعا مشتركين وزوار على تفاعلكم وثقتكم بنا. منرحب بزوارنا الجدد اللي عم بشوفونا أول مرة. إن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا، الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وكما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.